أول محطة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس اليوم مشاهدينا بتلقي الضوء على الناشطات الخيرية والاجتماعية والإنسانية اللي عم بتقوم فيها أندية الروتري بالمنطقة من تجهيز صالة رياضية لتقديم كراسي للهانديكاب ولحملة صحية أو طبية ضد البوليو. رح نتعرف على كل هالمشاريع مع ضيفنا. برحب بالسيد إنياس معوض المحافظ السابق لأندية الروتري بالمنطقة. أهلا وسهلا فيك سيد إنياس. قبل ما نحكي عن هالنشاطات بالذات خبرنا شوي عن نادي روتري بالعالم، بشو بيهتم بالضبط؟ اوكي، اساسا بنشكركم على استضافتنا، يعني هذا شرف لنا. اساسا نحن الروتري موجود بالعالم ب 33,000 نادي من سنه 1905، والانديه كلها هي اعضاء بالروتري الدولي اللي بتتقسم الى مناطق. نحن حصتنا بلبنان عندنا 24 نادي، بس نحن من ضمن منطقه بتضم 10 دول، يعني بنضم مصر، لبنان، الاردن، البحرين، قبرص، كل الدول تبع المنطقه الميدل ايست تقريبا موجودين معنا. وفيهم 24 نادي روتري هالدول؟ نحن بلبنان عندنا 24. بلبنان بس في 24 نادي؟ 45 نادي بالمنطقه ككل. بس نحن بلبنان في عندنا 24 نادي موزعين على كل المناطق اللبنانيه. من هون كلنا بنشتغل لخدمه مجتمعنا. نعم. الروتري اساسا انشهر بقصه من اهم المشاريع، هو مشروع لا شلل الاطفال. نعم. من سنه 85 كان معدل شلل الاطفال موجود ب 125 دوله. نحن اليوم صار الوضع انه من ال 125 دوله اليوم صرنا في بس 4 دول فيها بوليو، وكل هذا اكيد كان الفضل للروتري بكل هالحمله. كان بالماضي سنويا يطلع مليون مليون وشوي كيسز مرض بروتري بالشلل الاطفال. انتوا قمتوا سيد انياس بحمله فاكسينيشن لكل الاشخاص بهالدول خلال هالمراحل؟ يمكن كنا صغار كنتوا لالي شلل الاطفال، لكحوا اطفالكم ضد الشلل، هي كلها الروتري مولوها. وراها كان الروتري مولوها، بس ما كان عندنا ولا اعلان عنها لانه كانت معموله مع وزاره الصحه. نعم. ومع الدبليو اتش او. فاذا هذا من اهم المشاريع عالميا، وان شاء الله نتوصل قريبا الى محو الشلل الاطفال بالعالم ككل، لانه هو مرض مين معه. هذا موضوع كثير مهم سيد انياس، لهالسبب رح نتوقف مع مشهد او مقطع من فيلم جبته معك عن هالفاكسينيشن. لم تلمسها الفأس يوما لقطعها، والصنع عكازين لم يحتجهما ولد لم يصب بشلل الاطفال، لان اللقاح كان متوفرا على الدوام بفضل أشخاص لم يبخلوا يوما بتعاطفهم وعطائهم. أنت أيضا يمكنك مساعدة الروتري للقضاء على شلل الأطفال. أتريد أن تعلم كيف؟ قم بزيارة موقع rotary.org. حملة كتير مهمة أنتوا فيها من سنين طويلة لغاية اليوم. اليوم بالعالم بيبقى 5 دول فقط، أربع دول فقط عم بتعاني من هالمرض، يعني إنجاز كتير مهم. نزل المعدل اللي كان بمليون بالسنة إلى حوالي 1000 بالسنة بس في كيسز لغاية اليوم. كمان من النشاطات الإنسانية والخيرية اللي بتقوموا فيها، كان في تعاون مميز بينكم وبين الروتري بالبحرين، ساعدتوا جمعية. هلا عم ندخل على صعيد الأندية. نعم. نحن نادينا، أنا أساسا عضو بنادي روتري بيروت متروبوليتن. نحن كنادي بيروت متروبوليتن مع نادي البحرين السلمانية حبينا نعمل مشروع مساعدة صوت المرأة اللبنانية، جمعية صوت المرأة اللبنانية اللي هني موجودين فرعين، في فرع بالفنار وفي فرع بالشيح. كيف تم التعاون بينكم؟ عرضوا علينا مشروع. نحن المشروع لقيناه انه حقيقة مشروع حلو انه ينعرض، حلو انه ينحط قدامنا ليتوزع للناس. ومن هون كان التفكير انه نشتغل على منطقة حقيقة هي بحاجة لمن يساعدها. نعم. المشروع هو كان كناية تنقدر نعمل مشروع بالروتري، بدنا نادي ثاني اجنبي يقدر يساعد معنا، لانه بالروتري بيشتغلوا كثير على التعاون الدولي. نعم. فاذا اتصلنا بنادي البحرين اللي حب المشروع كمان، اكيد في لبنانيين موجودين بالبحرين كمان لهم الفضل انه دعموا هالمشروع. ساهموا كمان. وتمكنا انه ننفذ هالمشروع، ندفع قسم منا نحن، قسم من نادي البحرين، وقسم من الروتري الدولي، ونعمل مشروع كان هو كنايه عن عده اشياء. اكيد اذا بتحبي في عنا لمحه صغيره، نحن قدمنا لهم معدات تم تجهيز سيد انياس صاله رياضيه كامله بتقدم خدمات مختلفه.
صح، قدمنا صالة رياضية كاملة للمجتمع اللي هو حتى مجتمع بحالي، مش انه بحالي عايشين على طبيعتهم. قدمنا لهم معدات لطب الأسنان. خلينا نشوف الصور او المشهد للمركز. جهزتوا هالصاله الرياضيه بمركز جمعيه صوت المراه اللبنانيه. وين موجود المركز؟ بالفنار، بمنطقه اسمها الزعتريه. ايمتى تم افتتاح المركز مؤخرا؟ اسبوعين، من حوالي اسبوعين. اسبوعين طيب، رح نشوف بعض لحظات الفيلم اللي جبته معك. على اي اساس بتختاروا اعمالكم سيد انياس؟ نحن اساسا هدف الروتري هو مساعده المجتمع، إذا نحن بنشتغل كلنا تنساعد هالمجتمع اللي نحن موجودين فيه. بينعرض علينا مشاريع، المشروع اللي بنشوفه وبنحبه هو المشروع اللي بنحب ننفذه. هون شو عم نشوف؟ هيدي الصالة الرياضية. هيدي الصالة الرياضية اللي جهزت. هيدي مين بيستفيد منها سيد كل الياس؟ المنطقة هونيك. هني جمع مثل مستوصف خيري هونيك موجود. كل الناس فيها تفصل. هون في هيدي العيادات، تقدمنا لنا عدة التخطيط للقلب. وهون هذا تلفزيون مع فيديو مع كل العده تبعهم كمان، هودي قدمنا لنا حتى يقدروا يعملوا يعني تجهيزات رياضيه، تجهيزات طبيه، تجهيزات ترفيهيه كمان. قدمتوا شاشات تلفزيون، شاشات تلفزيون كمان، ال سي دي بروجيكتور مشان يقدروا يقدموا. فاذا هذا كان المشروع تبع صوت المراه اللبنانيه. نعم، من عده المشاريع، من المشاريع اللي كمان عملناها السنه كان انا برايي من احلى المشاريع. تعاون بينكم بين جمعيه بيروت ماراثون مع جمعيه ده. خبرنا عنه شوي. بتعرفي كل لبنان بيعرف بجمعيه بيروت ماراثون، يعني ما شاء الله انطلقوا من ابرز الاحداث. نعم، اللي بننطرها كل سنه. فاذا نحن انعرضت مدام ماير خليل عرضت علينا مشروع اللي هو مساعده هالمعاقين اللي عم بيشاركوا بالماراثون. نعم. عم بيطلعوا الاوائل بالماراثون بس بالنهايه عم بيشتغلوا على ويلتشيرز عاديين. حبينا انه نقدم لهم نحن ويل تشيرز كثير مختص، يعني باختصاص قوي، حتى يقدروا يشاركوا على مستوى العالمي. هون تعاونتوا مع نادي روتري بلوس انجلوس. بلوس انجلوس، هيدا الفكره الحلوه هون بنادي لوس انجلوس، انه نادي لوس انجلوس سيدرز اسمه، وكامل اعضائه هم من اصل لبناني، وكل مشاريعهم بيشتغلوها تيساعدوا الانديه بلبنان. الفكرة كانت للسيدة مي خليل. الفكرة أكيد طلعت من مدام مي خليل اللي هي بتهتم بالماراثون وبكل هالقصص، وهودي هم عم شوف الكراسي مختصين. أكيد بنيتوا القضية، قدمتوا سبع كراسي. سبع كراسي. متطورين. مش غير متطورين، هودي اختصاصي للمشاركة بالسباقات، يعني كل كرسي انعملت على قياس الشخص اللي هو مشارك، يعني اللي ربح الجائزة، هودي السبعة اللي طلعوا الأوائل قدمنا لهم. وهالكراسي مكلفين أكيد السيد إنياس. تقريبا بتكلف الكرسي بين 6000 و 7000 دولار كل كرسي وحدة، لأنه هن يعني بيقدروا يشاركوا فيها عالميا صاروا. الكراسي ما تقدمت للأشخاص، تقدمت للجمعية، لأنه إذا ما بنعرف إنه هالشخص عم بيتابع نحن ما بدنا، مش عم نعطي ويل تشيرز حتى يروح، بالعكس نحن بدنا إياه كيسير. بدورة الجمعية قدمت هالكراسي للأشخاص اللي ربحوا بالسباق. صح. نحن وين عملنا، كان عندنا اساسا مؤتمر صحفي كبير قدمنا لهم، وكان حوالي شي شهر يمكن 18 ماي تقدموا لهم الكراسي. نعم. خبرنا شوي عن النشاطات اللي عم تحضروها هلا سيد انياس. اساسا بالتحضير الحالي في عندنا نحن مؤتمر قريبا بلبنان ب 15 سبتمبر، حيكون قريب عليكم هون بفندق الرويال. نعم. حول اي موضوع؟ موضوع زياده العضويه بالروتري، حيشارك فيه من كل الدول. اسم الله كثار، انتم بدكم بعد نوادي؟ لا، نحن بلبنان بس 100 واحد. 100 شخص. 600 واحد. ايوه. منها كثار، بالعكس اذا بنطلع برا اليوم الروتري بالعالم مليان. اصلا رسالتكم وقضيتكم لازم كلنا نتبناها، لانه كلنا معنيين بالنشاطات والمواضيع اللي بتختاروها. تسلمي، هذا فخر لنا انها تطلع منكم انه هيك الحديث. فاذا نحن عم نحضر مؤتمر. نعم. يجينا ناس من برا، اول شيء بنكون شجعنا السياحه بلبنان، جبنا اشخاص من لعنا، وبذات الوقت بنكون نحن عم نتعرف على بعض ونشوف شو فينا نخدم بهالمجتمع اضافه مع بعضنا. حقيقه هون السياحه بلبنان بحاجه كثير لمساعدات، لهالسبب كان الهدف انه ينعمل هالمشروع، والادارات اللي عم نتعامل معهم بالفنادق اكيد قدموا لنا كل المساعده. سيد انياس معوض، بنهنيكم على كل جهودكم ونتمنى لكم اكيد التوفيق، ونتمنى انه تكملوا بهالرساله النبيله والانسانيه. ميرسي لكم كام تي في على استضافتنا، وان شاء الله بكل اللقاءات يكون لنا شويه وقت معكم، هذا بيكون ربح لنا. اهلا وسهلا فيك.